سنواكب من خلاله آخر مستجدات المنتخبات الوطنية وصراع كأس العرش الذي كان الحدث بملاعبنا الوطنية لهذا الأسبوع. يرافقني لتحليل ومناقشة محاور البرنامج سالم المحمودي محلل الرياضي. أهلا بك المحمودي. أهلا بك سهام. أهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا بمصطفى الحداوي. وأيضا كما ذكرت مصطفى الحداوي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء الخير. نعم، إذا سنتحدث بطبيعة الحال على موضوع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. هو أسبوع حافل مجموعة من المواضيع، خصوصا المنتخبات الوطنية اللي عندها مجموعة من المعسكرات الإعدادية وأيضا مسابقة كأس العرش اللي كان ذهاب وإياب طيلة هذا الأسبوع المحمودي. صحيح، أسبوع حافل إقصائيات كأس العرش. أول مرة كتلعب ذهاب وإياب. نعم. وهي كانت فرصة جيدة لإعطاء الفرصة لكل الأندية، كذلك المنتخبات الوطنيه كلها تدخل في معسكرات ويبدا العدد التنازلي لكل المنتخبات، وخصوصا المنتخب الاول بقياده بدو زكي. نعم، حركيه كما قلت بالنسبه للمنتخبات الوطنيه كلها، يعني في معسكرات اعداديه. الحداوي، ايضا يمكن كره القدم الشاطئيه تسير في هذا الاتجاه. فعلا جاوا في وقت واحد، منازلات كثيره، كاين مواعيد قاريه، مباراه تحبيه. نعم. الاستعدادات ديال المنتخبات. نعم. ديالنا باش يكونوا في المستوى ان شاء الله في كل موعد اللي غادي يكونوا غادي يواجهوا فيه شي فريق او شي خصم دوليا او. نعم. افريقيا. نعم، اذا المنتخب الوطني لكره القدم الشاطئيه كان فاز الاحد الماضي بالدوري الدولي بمدينه الجديده بعد احتلاله المركز الاول بعد فوزه في المباراه الاخيره امام سويسرا، كما كان فاز ايضا على منتخب الامارات العربيه. الحداوي، يمكن الفوز بهذا الدوري في ظل واقع الحال بالنسبه لكره القدم الشاطئيه بالمغرب، الفوز بهذا الدوري هل يشكل يمكن معيار او مقياس لتطور كرة القدم الشاطئية بالمغرب؟ لا، شيئا من الصعب. لا خدينا. نعم. كمعيار، لا مقياس. نعم. المنتخب المغربي رغم ان النتائج ديالو ايجابيه بالنسبه للمنتخبات اللي لعبنا ضدهم، الامارات اللي شاركت 3 مرات في كاس العالم، سويسرا اللي كان وصيف كاس العالم في 2011 ودائما تيكون في المواعيد في المباريات كلهم واللقاءات الدوليه عند بطوله احترافيه. نعم. بالنسبه لنا احنا استعدادات هذاك الشيء اللي تينتظرنا ان شاء الله لما هو قادم. المحمودي، اكيد لدى الفيفا يعني رغبه في تطوير كره القدم الشاطئيه، وبالتالي ترصد ميزانيه خاصه من اجل تطويرها. من وجهه نظرك يعني كمحلل رياضي، هل نلمس يعني او تلمس بعض التطور في كره القدم الوطنيه الشاطئيه؟ اكيد ان هناك تطور، لان هذه واحد 10 سنوات ما حناش كنسمعوا بكره القدم الشاطئيه، ولكن الاكراهات التي يواجهها المدرب واللاعبين، لان كره القدم الشاطئيه ولو انك قلت سهام ان الاتحاد الدولي يراهن على تطوير هذه اللعبه، ولكن هناك يعني لازم على الاتحاد المغربي او الجامعه المملكه المغربيه لكره القدم تعطي بعض، توضع استراتيجيه واضحه المعالم حتى انها لتطوير، تعطي تكون هناك بطوله، بما ان عندنا شواطئ كثيره الحمد لله في المغرب، لذلك فاكيد ان خص يكون عندنا. نعم. يكون عندنا بطوله. أكيد. يكون عندنا عصاب في العصاب، وتم اختيار بعض افضل العناصر الموجوده حتى ان من هي اللي تطعم هذا العصاب، تطعم المنتخب المغربي، ويكون حتى هي، لان كره القدم الان الى ما كانش موارد ماليه لتحفيز اللاعبين المدربين. نعم. معسكرات كثيره، اكيد ان ما يمكنش. اكيد محمود، سنعود يعني للحديث بالتفصيل عن كره القدم الشاطئيه، ولكن قبل ذلك نتوقف يعني مع اخر مستجدات المنتخب الوطني الاول الذي يتاهب لمباراتين اعداديتين امام كل من قطر وليبيا، واخر المستجدات هم غياب كل من المهدي بن عطيه واشرف الزعر بالاضافه الى زكريا الابيض عن تركيبه الاسود، وذلك بسبب الاصابه. المحمودي، غيابات وازنه داخل تشكيله المنتخب الوطني، هل تضع يمكن المدرب وايضا الجامعه في ورطه في الظرفيه يعني على بعد يعني اشهر قليله عن كاس افريقيا للامم؟ هذه سهام هي الاكراهات الخارجه. نعم. عن كل المدرب. نعم. الاصابات فدائما هنا هي في كره القدم اكراهات، سواء خارج عن اراده المدرب، خارج عن اراده الجامعه، لذلك فحتى هذه الاكراهات ما كتخليش المدرب انه يلعب بالتشكيل القار الذي يريده، فكر حتى انه يشوف ان لكل مدرب لديه فكر وفلسفه لتطبيقها، خصوصا ان ليست هناك مباريات كثيره للمنتخب الوطني
الوطني يلعبها، خصوصا ان حنا ما غنلعبوش اقصائيات، عندنا مباشره غندخلوا في النهائيات. لذلك خصنا نوقفوا على ما مدى جاهزيه كل لاعب، لان الدوريات اكيد ان عندك الوقت هو العدو الاول بالنسبه للناخب الوطني الزكي لايجاد تشكيل قار والنواه الصلبه لاعطاء منتخب قوي، انه لان بما اننا سنلعب كاس افريقيا في الملعب ديالنا اكيد ان اقل حاجه خصنا نمشيو للنصف النهائي او لما لا، ولكن كل التصورات توضح على ان بدو الزكي في عنده مشاكل كثيره لايجاد تشكيل القار واللعب به في المباريات الكبيره. نعم، بخصوص يعني في هذا الاتجاه دائما الحداوي، نحن على بعد 4 أشهر عن كاس افريقيا للامم، من المفروض يمكن ان تكون اللائحة الرسمية النهائية تكون يعني واضحة وجاهزة، يعني كما قلت احنا على بعد 4 أشهر، في حين لا زالت هناك تغييرات في كل لحظة، وبالمقابل يمكن المنتخبات الإفريقية تبدو ربما جاهزة أكثر منا. وإحنا مع تغيير ديال ناخب وطني جديد، مع لائحة جديدة، لاعبين اللي ما بقاوش في المنتخب، وقت قليل بدو الزاكي باش ياخذ بزمام الأمور بمعنى الكلمة 100%. لسؤال الحظ ديالو عنده 2 مباريات لمتتاليه كانت مناسبه ايجابيه جدا ليه باش يدير ذاك الفريق المثالي اللي تكلمت عليه ويلعب به في المباراه الثانيه. قبل باش غادي يزيد، وانا هادي شي 3 أيام كنت داير في واحد الجريده مغربيه على نفس السؤال اللي طرحتيه، وقلت لهم بان راه ما عندوش الوقت وما بقاش عنده فين يجرب. ولكن ما كانش داخل فيها هذه اللي قال محمودين على اللاعبين اللي دابا وقع لهم توعك، اللي كان غادي يلعبوا في رسميين وغيلعبوا في المباراه الثانيه ضد ليبيا رسميين. ومن تما غيدار النواه وغادي يبقى عليه يجرب واحد ولا اثنين، لان ما يمكنش كل مره غادي يبدل 15-16 لاعب. فبين زاكي العمل ديالو تيقوم بواحد العمل اللي هو تيشد واحد المجموعه تيغير فيها واحد ولا جوج ويكمل. للاسف هاد اللاعبين هادو اللي ما يكونوش موجودين، وخاصه يعني احنا تحدثنا على 3 ديال اللاعبين، وايضا مروان الشماح كان اصيب في مباراه الامس بالدوري الانجليزي، اذا يمكن تكون اصابات اكثر، 4 ديال اللاعبين او 5 ربما غيابات. سامتي تكلمتي على 4 لاعبين، وهذا 4 اللي تكلمنا عليهم هما النواه الصلبه، من نواه اساسيه للاعبين. اذا مثلا نتكلموا على مثلا حتى الحارس في قروش يمكن انه ما يكونش، فكان مثلا اشرف الزعر بن مهدي بن عطيه، لانه كينتقل احد اكبر الانديه في العالم، غيعطينا التجربه كلها وهذيك حتى ذاك الامل للمنتخب المغربي ودفاع المنتخب المغربي سيكون حاضر. ولكن ملي كيتصابوا لك هذه المجموعه ديال اللاعبين اكيد ان المدرب عنده بلون اي بلون بي، اكيد انه باش، ولكن المستوى لا كاليتي ديالو لا يمكن انك باش بسهوله تعوض مهدي بن عطيه او تعوض اشرف الزعر، لان هاد اللاعبين هما اللي لعب بهم ضد روسيا ولعب بهم ذات كتوجد النواه الصلبه. ولكن ملي كتجي هذه الاكراهات اكيد انها كتخلق لك مشاكل كثيره. نعم، والناخب الوطني بدو زكي كاد عقد ندوة إعلامية الخميس الماضي بالرباط، كشف خلالها عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستواجه منتخبي قطر الأربعاء 3 شتنبر بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وليبيا في 7 من الشهر ذاته بمراكش تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم المقررة ببلادنا مطلع 2015. محاور ندوة يكشفها الروبورتاج التالي لأميرة مكرم. بدو الزاكي حافظ على توابيت المجموعة وجدد الثقة في أسماء وازنة من قبيل مروان الشماخ ونبيل درار وكريم الأحمدي وزكريا الأبيض، فضلا عن باقي الأسماء الاعتيادية لتبرز ملامح التشكيل النهائي. التشكيلة الرسمية غادي تشوفها إن شاء الله يوم 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 3، وتشوفها يوم 7، وبطبيعة الحال ناخذ خلاصات بالنسبة للأمور الإيجابية اللي خصنا نحتافظوا عليها ونزيدوا نشتغلوا عليها، وكذلك نحاولوا نتفادوا الأمور السلبية في المباراة الجاية اللي يمكن لها تفيدنا واللي يمكن لها كذلك تخلينا واجدين بواحد النسبة كبيرة في المباراة اللي هي رسمية. الناخب الوطني استغل الفرصة لكي يتحدث عن وجود استراتيجية خاصة تستهدف استقطاب لاعبين من قبيل منير الحدادي. كاين جوج نوعية ديال اللاعبين اللي هما عند الأعمار تاعهم 19-20 سنة، منهم منير الحدادي، منهم حكيم زياش اللي الآن اللي كيلعب في توانتي، منهم أنوار الغازي اللي كيلعب في أجاكس. هادو لاعبين اللي صعيب باش نقول لك، ماشي نقول لك تقنعهم، هما عندهم رغبة ولكن كيخصهم التايمين تاعهم شويه صعيب، كيخصهم واحد شويه الوقت. وحنا كنشتغلوا لا اداره تقنيه ولا مسؤولين باش يمكننا ننجحوا في التايمين تاعنا.
بادو الزاكي أعطى تبريرا واقعيا لغياب الأسماء المحترفة بدوريات الخليج. في البطولة ديال الخليج ما غتبدا حتى لو 14 على غزيدة، ما غيمكنليش غادي نجيب لاعب باقي ما وأنا عندي فيه ثقة، ولكن غادي نجيبو ونزق مهمشو سواء يدخل وما يعطيش داكشي اللي باغي منه بحكم الاستعداد بحكم المباريات اللي باقي ما لعبش. الفرصة كانت متاحة أيضا لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج المرحلة المقبلة. المباراة ديال أكتوبر يمكن اللجنة ماشي رسمية، ماشي الخبر ماشي رسمي، كان عندنا إفريقيا الوسطى في أكتوبر وعندنا كينيا. وكينيا ماشي سباقي شي حاجه رسميه ما كايناش، ولكن غادا في الاتجاه. كيبقى الشهر ديال نوفمبر للاداره خدامه باش يمكن لها تلقى منتخبات في عيار اكبر من هذا الشيء. هذا اول محك للاسود سيكون امام قطر في الثالث من الشهر المقبل قبل مواجهه منتخب ليبيا بمراكش في موعد ودي هام، ستكون له مجموعه من الافرازات الايجابيه. المحمودي يمكن احنا كنتابعوا هذا الروبورتاج، من النقاط يمكن التي اثرتني تصريح بادو الزاكي يعني الحديث عن استراتيجيه يمكن خاصه لاستقطاب اسماء اخرى يعني يمكن في افق المشاركه في كاس افريقيا للامم، وحنا كنتحدثوا على ضيق الوقت ربما صحيح. كيف نقرا هذه المعادله؟ فالاستراتيجيه هناك استراتيجيه القريبه واستراتيجيه المتوسطه واستراتيجيه المدى البعيد. احنا الان خصنا نتكلموا على استراتيجيه المدى القريب. لذلك فاولا الجامعة الملكية المغربية فملي الجامعة العام تأخر في تعيين ناخب وطني، هذه المشاكل كلها اصطدمت أن خلات المدرب بادو الزاكي يصطدم هذه الإكراهات. هي ما بقاش الوقت في تجريب العديد من اللاعبين، خص يكون تصور واضح وفكر وفلسفة واضحة في إيجاد وفي طريقة اللعب في طريقة ما يريده بادو الزاكي من هذا المنتخب من اللاعبين ونوعية اللاعبين اللي كيبغيها بادو الزاكي باش تلعب في كأس إفريقيا، وما مدى جاهزيتها مع الأندية ديالها ومع كيف ستنسجم مع ما يريده الزاكي على المستوى التكتيكي، لأن بدنيا سيكون لاعبين جاهزين لأنه يكون كيلعبوا في الأندية ديالهم، ولكن على المستوى التكتيكي واش بادو الزاكي عنده استراتيجية واضحة باش أنه يدخل في كأس إفريقيا، لأن غادي تبدأ تلعب في المغرب خص لابد أنه على الأقل لعبوا النصف النهائي، لأن الخروج من الدور الأول أو إذا قدر الله ستكون كارثية، خصوصا أن عرفنا أن المشجع المغربي فما بقاش باغي أن إخفاقات، لأن منذ زمان وحنا في الإخفاقات. لذلك فكلها إكراهات، خص الكل يتجند لإنجاح المنتخب المغربي ونكون وراء والمحاسبة تكون فيما بعد. لأن ما يمكنناش دابا نديروا انتقادات، وهذا خصنا نوقفوا مع الزاكي ونوقفوا مع اللاعبين، ولكن دائما اذا كانت ملاحظات ايجابيه وانتقادات ايجابيه خصنا نقولوها. نعم، نبقاو مع اللائحه، كانت لائحه اوليه الحداوي من 34 لاعب تم تقليصها 23 لاعب. يمكن التساؤل كيبقى مطروح بهذا الخصوص، شنو هي المعايير يمكن اللي تعتمدات باش يتم الاستغناء عن اسماء والاعتماد على اسماء اخرى، وانه ما لم يتم تجريبها لا في مباريات اعداديه ولا في معسكر اعدادي. وكاين لاعبين اللي ما تيدخلوش في المنظومه ديالو رغم انهم تيتالقوا، لان كل مدرب وعندوش خاصيات ديالو في المنهجيه ديال العمل ديالو التكتيك ديالو التصور اللي تيشوف فيه شنو اللاعب اللي غادي يعطي. يمكن حنا ما تيبانش لينا مهم جدا، وبالنسبه لي راه مهم النقطه اللي تكلم عليها، وانا لاعبين ديال الخليج باقي ما بداش البطوله، فهذه نقطه مهمه. ما يمكنش لاعبين واخا كان في المنتخب دابا راه البطوله عند موقفه ما يقدرش يديروا في اللائحه، فهذه الاشياء اللي تتهمه هو كما قال محمودي ومهم جدا، هو ان لا حنا كمدربين ولا كلاعبين دوليين سابقين ولا كصحافه خصنا كنتجندوا، والحسابات تتبقى معنا لان هو مسؤوليه السفينه. اختار هاد اللاعبين، اختار هذا، ما ناداش على هذا غادي يهمه. ها هو جات الاكراهات ديال هادو اللي اربع لاعبين مهمين جدا تعطبوا، غادي ينادي على لاعبين اخرين، وخاص كل شيء الاخرين يبقاو متاهبين باش لا تمنيد عليهم في حاله هادو ما رجعوش، خاصهم يكونوا واجدين يبقى دائما تواصل معاهم. بالنسبه لي هذه بدايه راه هي صعبه جدا، لهذا فاش خدا هو زمام الامور الطاقم اللي معاه راه حجي راه شيبا عندهم درايه لعبوا في المستوى العالي فهامي خالد، زعما كاين واحد الطاقم اللي ما يمكنش نشوف انا يبان لي بان غادي يخفقوا في العمل ديالهم،
الا تحنزنا معهم ساندوم لك الصحافه انتم من جهتكم الجمهور حتى هو لان ما خاش هذا الكاس كما قال محمودي نصف النهائي انا ما تنتصورش من يمشيو غير نصف النهائي انا بغيت هذيك الاكس الكاس باش ما نبقاوش نهضروا على العاد ديال البابا وعلى فارس بحال عود المنتخب ديالنا 86 تنتمنى دائما بان المنتخب يفوت هذا باش يتنساو دوك التاريخ لا ديالنا لا ديال كاس افريقيا وحده اللي دينا في التاريخ ديالنا رغم ان عندنا دابا ولينا 81 في المرتبه العالميه هذا هو المشكل لحظه من اللحظات كنا 10 على المستوى العالمي والان في 81 المرتبه العالميه يعني هو كيبقى الحلم كيبقى الحلم ان كاس افريقيا تبقى ببلادنا اذا المهدي بن عطيه كان وقع على انتقال كبير والى فريق كبير هو بايرن ميونخ الالماني الذي انضم اليه بدايه الاسبوع الجاري في صفقه تقارب 30 مليون اورو قادما من روما الايطالي بن عطيه كانت او كان قدم للاعلام والجمهور من قبل فريقه الجديد والتفاصيل مع اميره مكرم دفء العائله كان حاضرا في يوم تاريخي للمدافع المهدي بن عطية الذي طالما انتظر هذا الحلم باللعب في صفوف فريق بافاريا وصرح قولا بالطبع كان هذا القرار صعب شيئا ما لأني عشت سنوات رائعة مع فريق الذئاب كنت فيه كأنني في بيتي لكن في نهاية العام وجب علي التطلع لبدء صفحة جديدة في مسيرتي الكروية اختيار بايرن ميونخ بمدربه وبمجموعته القوية لا يمكن وصفه فهو أفضل فريق في العالم وسأقدم كل ما في وسعي لإنجاح النادي البافاري بن عطية 27 سنة والذي تكون داخل أسوار أولمبيك مارسيليا سبق له اللعب لكلارمون فوت وأودينيز الإيطالي إضافة إلى آيس روما سيتقاضى راتبا سنويا قيمته 8 ملايين يورو في إشارة بأن صفقته تعد الأغلى للاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية إذن الخبر أصبح يقيناً وحمل قميص فريق بايرن ميونخ بات لمهدي بن عطية حلماً تحقق سينتهي سنة 2019 ليصبح واحد من اللآلئ التي سيسطع نجمها في سماء الأليانز أرينا الله. وبخصوص هذا الانتقال نتوقف مع تصريح لكل من بدو زكي وسعيد شيبة بالنسبة لي ماشي مفاجأة لأن بن عطية لاعب كبير ولاعب يستحق يلعب يمكن في البايرن ميونخ ريال مدريد برشلونة مانشستر يونايتد يمكن انا قلت لك اربعه ديال الفرق اللي هي عالميه لهذا بالنسبه لي انا بحال كتقول لي القروج جره لان كنقول لك القروج كيجري ما كنقولش واش ربح واش حط من الركور بن عطية اللي مشى لبايرن ميونخ عندي بالنسبه لي مساله عاديه المهدي هو إضافة من الناحية الكروية منذ فترة انتقال ديالو الفريق كبير خصوصا من النواحي النفسية إضافة كبيرة للمنتخب الوطني ربما احترام أيضا الخصوم المنتخب الوطني ودفاعه غي 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 كبر لكن يجب احنا كمجموعة أننا نساعدوا مهدي بن عطية من تيجي للمنتخب الوطني أنه يتحط في ظروف ملائمة باش نستخرجوا منه ما تتستخرج منه الفرق الأوروبية كما كان الحال بالنسبة لروما في الموسم الماضي إن شاء الله أكيد المحمودي هو انتقال مهم بالنسبة لمشوار المهدي بن عطية ولكن يفترض أيضا أن يكون إضافة للمنتخب الوطني وهو إضافة للكرة المغربية نعم. لأن بكل صراحة أن تنتقل إلى نادي بحال ريال بحال بايرن ميونخ فماشي بسهل انك تلعب في وحنا كنعرفوا على ان اللغه الالمانيه ماشي سهله ماشي بحال اللغه الفرنسيه اللي كل اغلب المغاربه كيعرفوها او اللغه الايطاليه اللي حتى هي سهله ولكن اللغه الالمانيه غيجي ولكن كنظل على ان اختيار جد موفق واختيار لان اي لاعب الان يعني يتمنى انه يلعب في المانيا لانه بغى يقادوا ليه العديد من الامور لا على المستوى البدني ولا على المستوى التكتيكي خصوصا حنا كنعرفوا ان الان المانيا هي السيده كره قدم العالميه لذلك فهنيئا خصنا كما قال شيبو انا اتفق معه 100% خصنا حنا بن عطية نحطوه في الظروف الحسنه باش يعطينا ما تستخرج منه الكره الاوروبيه خصنا حنا نحطوه في ظروف جيده ونحطوا معاه اللاعبين اللي كيتناسبوا معاه والتكتيك اللي كيتلائم معاه باش انه يعطينا
لنا كل ما عنده بن عطية في المنتخب المغربي. نعم المحمودي، أكيد أن التكوين الجيد يعني على مستوى الفئات الصغرى أكيد يؤدي أو يلعب دور كبير يعني في 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 الوصول إلى مستوى عالي كما هو الشأن بالنسبة لبن عطية. فعلا كما تيقولوا طوطار، داك العمل اللي قمتي به في الصغار ديالك، وخاصة هو التكوين ديالو كان مهم جدا في فريق مارسيليا. نعم بحال اللاعبين الاخرين المغاربه كلهم اللي تالقوا تيلعبوا في فرق كبرى، فالتكوين ديالهم تيكون مهم جدا، فالتنقلات ديالو والرغبه ديالو القويه، لان ملي كنا تنسمعوا التصريحات ديالو بان كان قال بان ديشو غلط اللي ما لعبوش مع الفريق الاول في مارسيليا، مشى تيلعب في الاقسام ديال القسم الثاني المحترف ديال فرنسا سنتين كما تنقولوا في لاكالير باش يرجع للواجهه، بحال اللي وقع لريبيري حتى هو، لان ما لقاش عقد احترافي مع الفريق اللي كان تكون فيه، مشى لعب في القسم الثالث. ولكن داك التكوين اللي تيتكونوه في مدارس التكوين بناس مهمين جدا وناس عمليين وداك الشيء علمي في المستوى العالي، ما تيبقاش مشكل ملي تيلقى واحد الفريق تيبدا يتدرب تيدخل في داك المنهجيه. بحال اللي تكلم محمودي على المدرسه الالمانيه، دابا من الناحيه الطبيه، من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه بزاف ديال الحوايج غادي يزيد يتطور كثير بن عطيه في العطاء ديالو، بحال اللي وقع ريبيري. ريبيري ديال مارسيليا راه ماشي هو اللي كاين في بايرن ميونخ، ولا لاعب عالمي السنه الفارطه، فاز احسن لاعب في اوروبا من اللاعبين اللي كان غيفوز بكاس بالحذاء الذهبي مع ميسي، وهذا فهذه اشياء مهمه جدا على المستوى المادي. نعم اذا سمع، مليون دولار، مليون اورو، مليون ونص اورو ماشي هي 6 او 7 ملايير اورو في السنه بالنسبه للي غيتقدم بن عطية، حتى ماديا او مستقبله غيكون مرتاح على جميع المستويات. نعم انه الحديث يعني بخصوص المنتخب الوطني الاول، ومن جهته سيباشر المنتخب الوطني للمحليين اول معسكر اعدادي له تحت قياده المدرب محمد فاخر غدا الاثنين بمدينه الجديده. واكد بلاغ للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بانه سيعقب هذا المعسكر 4 معسكرات اخرى تمت برمجتها في 4 يعني في 4 مراحل خلال 4 اشهر المقبله، اكتوبر، نوفمبر، دجنبر ويناير، مشيرا الى انها او هذه الترابصات ستتخللها مباريات اعداديه. نشاهد لائحه اللاعبين المدعوين لهذا التجمع الاعدادي، طبعا لائحه لمواجهه منتخب تشاد هذا الاسبوع، مباراه وديه. من جهته ايضا يمكن التغيير على مستوى المنتخب المحليين، استدعاء اسامه غريب لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد لتعويض عبد الجليل جبيره لاعب الرجاء الذي تمت مناداه عليه لتعويض ايضا في المنتخب الاول لتعويض اشرف الزعري. يمكن بخصوص هذه التغييرات هل تنعكس على 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 المنتخب المحلي بشكل او باخر المحمودي؟ لا اعتقد انها ستنعكس، وهي اكراهات كما تكلمنا قبيله، دائما هي اكراهات، ولكن كيبقى على ان بالنسبه لي انا اختيار بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اختيار محمد فاخر فهو كان اختيار في محله، لان الرجل راكم يعني مجموعه من من تجارب كبيره على المستوى المغربي، فاز بالعديد من الالقاب، اكيد انه اختيار في محله، اكيد انه غادي يقول كلمه. وعنده متابعه ايضا للفرق الوطنيه البطولة الوطنية، وهي أهم نقطة قالها صراحة. نقطة مهمة جدا سي التكوين، لا فورماسيون، راه إلا ما كانش عندنا مراكز تكوين على أعلى مستوى وفيهم ناس في مستوى جيد، هاد المدربين هادو اللي في المحلين او المنتخب الكبار او حتى في الانديه في قسم في الانديه، فغادي تلقى مشاكل كثيره مع هاد اللاعبين اللي كيجيو خصوصا على المستوى التكتيكي. لذلك فكنتمنى على هاد المعسكرات المحمودي يمكن كتعطي اللاعب فرصه يمكن للاجتهاد اكثر ويعني بذل مجهود اكبر للمناداه عليه للاعب المنتخب المحلي، وكتعطي قيمه للاعب المحلي وكتعطي، لان حتى مثلا عندما كنستدعي 34 ومن بعد كنستدعي 23، فاكيد ان هذوك الاخوان او اللاعبين اللي ما استدعيتهمش كنقول لهم على انكم خصكم تبقاو دائما على اهب الاستعداد، لانني انا كنفكر فيكم وانتم داخلين في النهج التكتيكي او النهج ديالي. لذلك تكون منافسه بين اللاعبين يمشيو للمنتخب، لانه هو البوابه للفريق الاول الاحتراف. هذه اشياء كثيره، وحتى هذه المنهجيه اللي قام بها فاخر والبرنامج اللي دار باش المنتخب يبدا يدخل على الاقل مره في اسبوع في كل شهر، هذا الشيء راه باش بدا المنتخب ديالنا احنا اللي كانوا قبل منا، وحنا جينا في الثمانينات كنا جوج الاسابيع في الشهر كنا تنكونوا في معهد مولاي رشيد، تنكونوا اسبوع يوم الجمعه تنمشيو نلعبوا الفريق ديالنا، الاسبوع اللي تيجي من بعد ما تنمشيوش تندخلوا الاخر، صافي جوج الاسابيع ملي تتولي بحال عائله، تتولي تلعب في اللعب رغم ان راك ضد اللاعب اللي تيكون معاك في المعسكر،
تتولي واحد القوه في الوطيده بين اللاعبين، تيتقدموا في اللعب، كل شيء تيبغي يبان باش يكون في النهايه ديال هذا في اللائحه ديال الناخب الوطني. فهذا الشيء اللي غنزيدوا به القدام تبني بحال الفئات الاخرى. بالنسبه لمستوى المنتخب الوطني للمحليين عذرا على المقاطعه، فخير بالنسبه لي كيبقى عنده متسع من الوقت وايضا متسع من الاختيار لبناء منتخب قوي. وفعلا بهذه التربصات تنتمناو ليه بانه يلقى فرق وطنيه مباراه حبيه، لان من الصعب مع هذا الوباء اللي موجود افريقيا، من الصعب استقبال او الذهاب كما كان هو راه كان بغى يمشي قال لك يدير تربص في الكاميرون. والكاميرون دخل الوباء من عبر نيجيريا. هذه مشاكل اللي حتى هي بعثرات الامور. نتمنوا ان شاء الله كما قلت رغم ان ما كاينش مباراه، هذه التربصات مهمه جدا حتى لدوك اللاعبين تبدا تغير العقليه ديالهم ويدخلوا في ذاك اللباس ديال لاعب دولي اللي خاصو ما يكونش يتنعت باشياء سيئه اللي تقدمها، تيكون واحد المثال للاطفال لدوك اللي باغي يوصلوا يوليو بن عطيه ولا الشماخ ولا متولي ولا نادي المياغري ولا اللعابه اللي تالقوا في المنتخب وعطاو الكثير ومازال جايين باش يجروا واحد الجيل معاهم. نعم، والمنتخب الاولمبي هو الاخر بدا اليوم الاحد تجمعا اعداديا بالمعموره بقياده المدرب حسن بن عبيشه استعدادا لمواجهه نظيره المصري وديا في الثاني والسادس من شتنبر المقبل بفاس تحضيرا لتصفيه الافريقيه المؤهله لاولمبياد ريو دي جانيرو 2016. والروبورتاج لهشام فرج. على مدى 8 أيام سيكون المنتخب الوطني المغربي الاولمبي على موعد مع معسكره الاعدادي استعدادا للاستحقاقات القاريه المقبله وعلى رأسها إقصائيات الألعاب الأولمبية. ولهذا الغرض حدد الناخب الوطني حسن بن عبيشة لائحة تضم 25 لاعبا للدخول في هذا التربص الإعدادي الذي سينطلق في 31 من هذا الشهر، وستتخلله مبارتين وديتين أمام المنتخب المصري في 2 و 6 من شهر شتنبر المقبل بالمركب الرياضي الكبير لمدينة فاس. وضمت اللائحة 4 لاعبين محترفين، فيما فاجأ يونس الكعبوني لاعب فريق بوردو الفرنسي الإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية برفض الدعوة التي وجهت له رسميا للحضور للمغرب ليتم تعويضه بأيمن الحسوني لاعب فريق الوداد البيضاوي. ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي سبق وأن أعفي من خوض الدورين الإقصائيين الأول والثاني على أن يخوض الدور الإقصائي الثالث والأخير من أجل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة بالكونغو الديمقراطية والمؤهلة للألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016. المحمودي على غرار فاخر بن عبيشة ايضا له متسع من الوقت، لا متسع من الوقت ويعني متسع من اللاعبين، يعني عدد من اللاعبين المتألقين على مستوى البطوله الوطنيه لبناء منتخب اولمبي قوي. وخاص يكون تعاون ما بين هذ المدربين الاطر كلها لانهم كلهم اطر مغاربه. اكيد ان كذلك وشيء يحسب للجميع ان خلات لي بن عبيشة والاستمرار في الاداره التقنيه هي شيء مهم، لان شفنا النتائج اللي حققها عبد الله الادريسي كذلك. نعم، لانه كنشوفوا المنتخب ديال اقل من 23 سنه المنتخب الاولمبي كذلك كما قلت هشام عنده وقت طويل، ولو ان هناك اكراهات كذلك فكعبوني يوسف كذلك من بوردو، اشهبار غانغون وحفيظ حمزه من اونجير كلهم اصيبوا تعوضوا باللاعبين اخر محسوني واللاعب رضا النوالي الفتح الرباطي. اكيد ان كلهم بالنسبه لهذا يمكن هذه الاصابات ما كتطرحش مشكل كبير صحيح. مقارنه بالمنتخب الوطني الاول بحكم ان يعني المنافسه صحيح، ولكن دائما كنقولوا على ان علاش تكلمت هكذا، لان دائما هناك اكراهات بالنسبه للمدرب ودائما هنا علاش المدرب كيحاول يوسع من اللائحه ديالو باش دائما يكون خيارات اخرى عند اصابات او اكراهات اخرى. نعم، ومنتخب الشباب حط الرحال بقطر حيث سيشارك في دوري اسباير دوري دولي للمنتخبات، وقبل ذلك كان اشبال عبد الله الادريسي خاضوا تجمعا اعداديا نتابع جزءا من تفاصيله في روبورتاج لمريم عكوش. تحضيرا للدورية الدولية الذي سيجرى بقطر ما بين 2 و 9 من شتنبر المقبل، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة دخل معسكرا تدريبيا منذ الخميس الماضي. الإطار الوطني عبد الله الإدريسي وجه الدعوة إلى 25 لاعبا لحضور التربص الذي سيسفر في الأخير عن 18 لاعبا كلهم محليون
باستثناء هشام خلوة القادم من ديبورتيفو الميريا الإسباني. بالنسبة للبروغرام ديال لي ماتش غيكون في 2 سبتمبر غادي نلعبوا مع المنتخب الشيلي، وفي 4 سبتمبر غادي نلعبوا مع المنتخب ديال قطر، وفي 6 سبتمبر غادي نلعبوا مع المنتخب ديال نيوزيلندا، وممكن يكون واحد المباراة نهائية يوم 9 يوم 9 سبتمبر. منتخب الشبان وبعد إقصائه من الدورة الثاني من نهائيات كأس إفريقيا على يد المنتخب الطوغولي، سطرت الإدارة التقنية أهدافا يعمل الربان عبد الله الإدريسي على الوصول إليها. عندنا 2 الأهداف مع مواليد 95، نعاونهم من خلال التجربة ديالهم الدولية ومن خلال هذه المباريات الدولية اللي كتكون في مستوى عالي أنهم يكسبوا من هنا القدام القريب المكانة ديالهم داخل الأندية ديالهم. الهدف الثاني وأنه علاش لا أن هاد اللاعبين هادو في الأخر ديال السنة يقدروا يقلبوا ويشوفوا يطمحوا لإن بلاس داخل المنتخب الوطني الأولمبي، خصوصا أنه في الأسبوع المقبل فكاينين أصدقاء ديالهم اللي تنادى عليهم في المنتخب الأولمبي. لاعبو المنتخب الوطني يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويطمحون إلى نيل اللقب. المشاركة ديالنا إن شاء الله غنبغيون كلوها إن شاء الله بواحد التتويج إن شاء الله باش نشرفوا البلاد ديالنا. هذا باش نبينوا أننا خسرنا عن طريق الصدفة في نهائيات كأس إفريقيا، وإن شاء الله يكون الخير في داخلين دابا الدراري في بريباراسيون، كلشي مزيان، كاين واحد الانسجام كبير ما بين الدراري، وان شاء الله نمشيو لقطر باش نحققوا نتيجه ايجابيه ونجي ان شاء الله نجيبوا التورنوا ونشرف المغرب احسن تشريف ان شاء الله. منتخب الشبان يواجه اذن الشيلي وقطر ونيوزيلندا بملاعب اكاديميه سبايرا القطريه، وكله امل في تحقيق نتائج طيبه. الحداوي المشاركة في هذا الدوري محطة أسباير، هل يمكن سيكون ربما محطة لتقييم عطاءات مجموعة من اللاعبين، خصوصا وأنه سيخوض يعني 3 أو 4 المباريات في ظرف أسبوع؟ ومن بعد الإقصاء ديالو لازم منتخب المغرب الشبان يكمل العمل ديالو، المواجهات قادمة وكذلك تكوين هاد اللاعبين مع المنتخب المغربي بالتربصات تيكون ايجابي جدا. اللاعبين ملي تيتحقوا بالفرق ديالهم تيكونوا في مستوى اخر، مرتاحين، تينعسوا في الوقت، تيلعبوا مباريات دوليه لانها مهمه جدا، تتقارع مع لاعبين اخرين عندهم جنسيات اخرى، تكتيكيا تتعلم، تتلعب بواحد الخصم اللي هو عنده مدرب كل واحد من 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 جنسيه، فهذه اشياء مهمه جدا باش يراكموا تجربه ويزيدوا يوسعوا الطاقات ديالهم اللي تيتعاقب الفرق ديالهم، حتى هما تيدوزوا ديك الرساله، لان مهم جدا يكون عندك الفريق ديالك لا شبان لا اولمبيك ولا الكبير، يكونوا 2 أو 3 لاعبين، تتكون مهمه جدا لاي فريق اللي عنده لاعبين في المنتخب. تتغير الامور حتى المنهجيه والعقليه ديال داك اللاعب الدولي تتبدا تبان عليه في مستودع الملاعب الفارق ديالو. صحيح. في اللعب ديالو، التواصل ديالو مع الصحافه، اشياء كبيره اللي تتبدل ليه داك الاطار ديالو. نعم محمود، يمكن كيفاش كنقراو يعني تحضيرات المنتخب الوطني للشباب؟ وعبد الله الادريسي في صدر الحضره قال بان يمكن من الاهداف ان يعني ربما تهيئ واعداد بعض العناصر للالتحاق بالمنتخب الاولمبي. أكيد أن الآن عبد الله الإدريسي أصبحت عنده تجربة كبيرة، لأن لعب نهاية كأس العالم خصو يطمح لما هو أفضل. المعسكر اللي غادي يلعب في قطر أكيد أنه غيكون إيجابي، عنده مباريات مع مدارس أخرى، منظومة تكتيكية أخرى، ولو أن ما فهمتش أنا 25 لاعب من 6 منهم من الفتح الرباطي، نتمنى أنهم يكون لاعبين في المستوى حتى انهم لان 6 ملي كتستدعي 6 من فريق واحد فاكيد انها غيكونوا من افضل العناصر اللي من اصل 25 لاعب. ولذلك فدائما نطمح لما هو افضل. لعبتي كاس العالم خصنا نطمحوا ما هو افضل، خصوصا
في افريقيا ان اللاعبين لان بغينا دائما ما نهضروش على كاس العالم فمن من من الصغار او الفتيان والشبان نبداو نهضروا على افريقيا باش يطلع عندهم ذاك التكوين مع يقارعوا اللاعبين الافارقه حتى ما كيصعدوا المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول كتكون عندهم تجربه ولعبوا مباريات كثيره في افريقيا وتستانسوا بالادغال الافريقيه. بالنسبه يعني لاعداد هذه المنتخبات يعني يمكن الجميل ان الامور يعني يدبرها مدربون مغاربه يعني كل المنتخبات يعني فاخر بن عبيشه عبد الله الادريسي جريندو يعني كل المنتخبات بين ايدي المدربين المغاربه وهذا مهم. هذا مهم ولكن خصنا النتائج دائما عقود باستراتيجيه وبأهداف واضحه الاختصاص والكفاءه ما غاديش نقولوا لانهم مغاربه راه يبقاو تما خالدين فيها لا خصنا بغينا النتائج ولو يكونوا مغاربه لان يعني يمكن كتبقى المدرسه المغربيه يعني التواصل يكون يمكن صحيح ولكن اسهل ولكن التواصل صحيح ولكن بغينا نتائج وبغينا نشوفوا نتائج ملموسه لان هذا هو اهم شيء بالنسبه لنا احنا كناس ديال كره القدم الرياضه الشعبيه الاولى في المغرب. نعم والحداوي هو مدرب المنتخب الوطني لكره القدم الشاطئيه. اذا نعود الى موضوع المنتخب الوطني لكره القدم الشاطئيه الذي كما اشرت يعني في البدايه فاز الاحد الماضي بالدوري الدولي بمدينه الجديده والمتابعه كانت لعبد المجيد بالكابوس. هي فرحة المنتخب المغربي بتتويجه بلقب الدورة العاشرة للدوري الدولي لكرة القدم الشاطئية الذي احتضنته مدينة الجديدة على مدى 3 أيام. تتويج المنتخب المغربي باللقب جاء بعد فوزه في المباراة الأخيرة للدوري على المنتخب السويسري بنتيجة 11 هدفا مقابل 8 في مباراة كانت مفتوحة وقدمت طبقا ممتعا من الأهداف. الدوري الذي عرف مشاركة 3 منتخبات هي سويسرا الإمارات العربية المتحدة والمغرب تمكنت خلاله العناصر الوطنية من احتلال الرتبة الأولى بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على المنتخب الإماراتي والمباراة الختامية على المنتخب السويسري وبالتالي الفوز بلقب سيشكل دفعة معنوية للمنتخب المغربي في مقبل المنافسات. الدوري استعدنا ليه بجديه والحمد لله الجمهور ديال مدينه الجديده الذي شجعنا بقوه وكنحمد الله على الدوري اللي فزنا به ديال الانترناسيونال. يعني هذا اول لقب لينا في البيش سوكير الحمد لله كنا كنتمناو هذه سنتين باش نحققوه وحققناه ونتمناو نتمناو من الله باش نزيدوا لقدام في هذا البيش سوكير ونرضيو الجمهور المغربي اللي كيتسنى من البيش سوكير يكون يعطي الكلمه ديالو ان شاء الله. دوري كرة القدم الشاطئية كان فرصة لإجراء دوريات موازية والتي عرفت فوز كل من الرجاء الجديدي بلقب فئة الصغار ونهضة سيدي عابد بلقب عصبة الدكالة وممثل مدينة المحمدية في دوري بين العصا. كنا في مستوى وكان هذا هو الفوز للمدرب ديالنا محسن الزيتوني ولعبنا مقابله جيده وكنستاهلوا الفوز. كتشوف اللاعب كلهم فرحانين وكلهم مجهوده بعد مجهودات اللاعبين كلهم وكنشكروا الناس المنظمين. هذا الدوري خلى ان بزاف الجمعيات وبزاف النوادي انهم يخلقوا نوادي خاصين بكره القدم الشاطئيه منهم الرجاء الرياضي الجديدي اللي تاسس منهم الشرف الجديدي منهم ساحل سيدي بوزيد منهم الدفاع السجلي لكره القدم الشاطئيه يعني نحاولوا نفكروا ان شاء الله باش نديروا دوري لعصبه الدكالة عبدة لكره القدم الشاطئيه. واذا كانت كره القدم الشاطئيه بالمغرب تبحث لها عن موطئ قدم بين الرياضات الاخرى فان من شان مثل هذه الدوريات ان تعطيها بعض الاشاع والانتشار. الحداوي يعني في هذا الدوري في حد ذاته شنو هي الاضافه يمكن اللي شكلها لكره القدم الوطنيه الشاطئيه في غياب بطوله وطنيه والاقتصار على بعض العصب. وبالنسبه لهذه الكره الشاطئيه اللي بقات مناسباتيه لحد الساعه والدوري الدولي في المره العاشره على التوالي كل سنه تيديروا تحت رعايه الساميه ديال سيدنا نصر الله. وكذلك مناسبة للمنتخب المغربي باش يستعد الدوريات الدولية سواء إفريقية أو قارية في انتظار البطولات اللي بغينا نديرهم ديال العصاب أو عصبة أو بطولة وطنية. البرنامج موضوع كان مع المكتب الجامعي السابق تنتمناو إن شاء الله بأنه باش نعم يتفعل في الاتجاه يعني الأمور فين وصلت شنو هي الاستراتيجية مع السي ناصر لارقيت نعم اللي هو مدير المنتخبات تكلمنا معاه وتا على التربصات ديال المنتخبات الوطنيه حتى المنتخب الوطني للكره الشاطئيه بدا يدخل ويستعد وكذلك حتى مع العصاب غدار استراتيجيه لان دارت واحد
اللجنة ديال الكرة الشاطئية دارت في الجامع الملكي المغربي لكرة القدم اللي كان المكتب السابق، والآن تعاود تفعلات باش غادي في العصاب غيديروا بطولات في العصاب. نعم. كل عصبة فيها 8 حتى 12 فريق، وحنا غتسهل لنا المأمورية باش نشوفوا لاعبين اللي يقدروا يطعموا الفريق الوطني المغربي بالنسبة لجميع العصاب بدون استثناء. بدون استثناء، رغم واخا العصاب اللي بعيدة عن البحر راه كاينه الرمال تقدر تجيبها في واحد المكان ودير ملعب، لان من السهل، لان ماشي تيلعب راه سويسرا ما عندهمش البحر، تيلعبوا في القاعات ومن ضمن المنتخبات القويه في الكره الشاطئيه، تيبقى غير التفعيل ديال هذه الرياضه هذه كما قال محمود قبيله وتكلمتي عليها. نعم. قبيله بان الاتحاد الدولي عطي واحد الصفه مهمه جدا لكره القدم لا النسويه لا الشاطئيه لا ديال القاعات، ودابا كاين واحد الشيء اللي مهم جدا ان الاتحاد الدولي لكرة القدم تكلم مع جميع الاتحادات وجميع الجامعات باش يديروا حتى كرة القدم النسوية الشاطئية، لأن بغا باش يدخلوها في الألعاب الأولمبية. نعم. لأن كاع الرياضات كاينة غير الكرة الشاطئية، اللي كاين بيتش فولي ديال البنات والرجال وداك الشيء، ولكن إلا بغيتي تكون في الألعاب الأولمبية خاص يكون ميكسيتي نساء ورجال، ولهذا دابا قايم الاتحاد الدولي لكرة القدم قايم بعمل كبير، لأن أنا كمؤطر مع الجامعة الدولية لكرة القدم تنمشي بزاف داغني وقت في الكاميرون، أطر شي 30 مدرب من الكاميرون باش ينشروا هاد الرياضة هذه، وتيدور الحكام تا هما دابا عندنا جوج حكام اللي خداو شارة دولية. نعم، باش نشاركوا المحمودية في موضوع كرة القدم الشاطئية. يمكن المحمودية لماذا الفرق الكبرى ليس لها الاهتمام يعني بهذا النوع الرياضي كرة القدم الشاطئية؟ الفرق يعني نتحدث عن الفرق الكبرى بالمغرب، الرجاء، الوداد، يعني الأندية الكبرى. فأكيد أنها ما كتدخلش في الاستراتيجية ديالها، ما مازال ما اهتمتش بهذا الموضوع. أكيد أن هل اللي بغيت نسول أنا مصطفى حدا، واش تحتاج ميزانية كبيرة الكرة الشاطئية مثلا في بناء فريق بالنسبة للاعبين، مدرب، تدريب، هذه شنو هما؟ واش الاتحاد الدولي عنده ميزانيات كيعطيها الاتحادات المغربية الوطنية باش لإعانة هذا؟ لا فعلا كاين ميزانية تعطيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك حتى بالنسبة لنا حنا كفريق وطني مغربي جميع الأشياء اللي تتلتزم الفريق الوطني المغربي اللي تيمثل المغرب كلها تتوجدوا لنا الجامع الملكي المغربي لكرة القدم، لا في استعدادات الاستحقاقات ومنح اللاعبين، المنح ديالهم اليومية دي ما كاينش دي بريم، ولكن تياخذوا المنح ديالهم يومية في الفندق في أشياء الأقمصة مسائل كل 100% كاين واحد العمل كبير تتقوم به الجامعة الملكية. نعم، الحداوي كرة القدم الشاطئية يعني أكيد تختلف عن ممارسة كرة القدم العادية، يعني بتقنيات مغايرة، بنظام مغاير، بقوانين مغايرة، هل من مخططات بالنسبة لكم للعمل على مستوى الفئات الصغرى لتطوير هذه الرياضة؟ وفعلا لأن فهاد الصور اللي تنشوفهم، لأن مع عصبة الدكالة عبدة في المنطقة هذه اللي قريبة مني. نعم. جدا في الدار الدوري في مدينة جديدة درنا واحد الدوري ديال أقل من 15 سنة ديال عصبة الدكالة عبدة، ودرنا واحد الدوري تا هو للكبار مع نفس العصبة ديال الكبار اللي فيه 8 الفرقي، ومن بعد درنا واحد الدوري بين العصاب، اختارينا 4 الفرق اللي قريبة جدا، لأن كما تكلم محمود على الموارد راه خص تكون موارد مادية وهذا باش تسهل عليك المأمورية، تقدر تستقطب من تطوان من طنجة. السنة الفارطة كنا درنا جبنا من أكادير، جبنا من الشرق، جبنا من طنجة، جبنا وكنا اختارينا واحد اللاعبين في واحد الدوري بين العصاب اللي نجح كثير، وكنا تنتمناو بأن ملي غيرجعوا هذوك الفرق غادي تعمم داك الشيء. وهذه للأسف كما تكلمنا قبيلة في الكوليس أنا ومحمود، أن الجامعة دائما كان تيوقع هذاك المشكل ديال الفريق الاول خصنا نستعدوا ليه، خصو ينجح لانه هو القاطره. نعم. للاسف ما داك السؤال اللي كيطرح هذا هو اللي سمحتي لي تفضل محمود، هو مثلا هاد اللاعبين الصغار مثلا كما تكلمت سهام على لاعبين اللي تكوين المنتخبات وتكوين الانديه، واش هاد الانديه وهاد اللاعب في حد ذاته ملي كتقول ليه تجي تلعب كره شاطئيه، واش هو غيفضل الكره الشاطئيه او غيمشي يفضل الى كان لاعب مزيان يفضل انه ينتمي للفريق الرجاء او الوداد او الانديه الاخرى وما يفضلش يمشي يلعب، لان تيقول لك الكره الشاطئيه ما عندهاش مستقبل، فمثلا انا غنفضل نمشي ننتمي للفريق، ولكن باش ننتمي لفريق في الكره الشاطئيه شنو هي الحوافز، شنو هي الامور اللي غتجعلكم انتم باش تحفزوا هاد الناس باش دابا بخلق فرق
كما تكلمتي على فرق الكبرى بحال الوداد والرجاء يكونوا قاطرات في المدن بحال الدار البيضاء في الجيش في الرباط، هاد الفرق كلهم الا داروا الفرق ديالهم يكون يتمولوا يكون عندهم راتب شهري هذا، لان ماشي لاعب اللي تيلعب مزيان كره القدم تينجح في كره القدم الشاطئيه. لان الاغلب كنت ناديت على بعض اللاعبين اللي كانوا متالقين في القسم الاول ولكن اللي جاوا ما كان ما ما ما, ما تاقلموش. نعم باختصار يعني مصطفى، العائق يمكن الذي يحول دون احداث ملاعب لممارسة يعني كرة القدم الشاطئية، ويمكن تستغل أيضا في ممارسة الركبي الشاطئي كرة الطائرة الشاطئية. شنو يمكن العوائق اللي كتحول دون ممارسة الملاعب؟ يعني ما يمكنش إحداث فرق دون ملاعب لهذه الرياضة. سهل جدا. نعم. لأن خاص يكون غير التفاعل كما قلنا، ودابا غتفاعل إن شاء الله مع اللجنة اللي دارت ديال الكرة الشاطئية في الجامعة. نعم. ومع رئيس الجامعة اللي تكلمنا هذه الحوايج هادو مع المسؤول عن المنتخبات سينار سرلارقيد. من سهل جوج ديال البوطوات كما تنقولوا، الرمال ما كيتلعب غير بدوك لي جيلي وكلشي انطلق. نعم. من ناحيه الماده راه تجي من بعد، ما يمكنش من الاول تقول ما عنديش ما نخدمش. الناس تخدم في الاول ملي تشوف بان كاينه نتائج تيكون واحد الدعم لا من مجالس المدينه لا من الجامعه، لان كل فرق واحد الفرقه غتبناها يتبنى واحد الفريق اللي هو كبير في المدينه، وتتخلق جمعيات اللي تدير فرق ديالها، وتيكون المخرج ولا بد نلقاو كما قال قبيله محمودي على الشواطئ اللي عندنا وهذا. لان شحال كاين في المنتخب ديال الكره الشاطئيه تيكونوا في الدوريات الصغيره فيها ثلاثه اربعه ديال الفرق اللي تنشاركوا، كاينين 12 لاعبين فيهم جوج حراس، ولا كان مباريات كثيره تيكون 12 لاعب فيهم جوج الحراس، فواش هادو ما لقاوش في المغرب كله. نعم نتمنى اكيد الامور يعني تمشي في الاتجاه الايجابي، ونتمنى التوفيق لكره القدم الشاطئيه ونلمسوا يعني تطور على مستوى المنتخب الوطني. اذا مشاهدينا فاصل اعلاني ونعود لاستكمال محاور عدد الليله من حصيله الاسبوع. دور السدس عشر نهائي كأس العرش الذي أقيم ذهبا وإيابا هذا الأسبوع، بعد مباريات الذهاب والإياب الفرق التي تأهلت هي اتحاد تونات، الدفاع الحسني الجديدي، يوسفية برشيد، الفتح الرباطي، نادي القنيطري، شباب الريف الحسيمي، أولمبيك أسافي، اتحاد تمارا، الوداد البيضاوي، المغرب الفاسي، شباب قصبة تادلة، نهضة بركان، الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي، الكوكب المراكشي، واتحاد الخميسات. المحمودي، كيف تقرأ هذه النتائج؟ النتائج جد عاديه، كنا نعتقد على ان تكون هناك مفاجات كما عودنا. نعم. مباراه الكاس، فكنظن ان حتى فريق الوداد اللي تعادل بهدف ليمتلي في الدار البيضاء ف استعد لهذه المباراه بشكل قوي وخذها بجديه وفاز بحصه. نعم. عريضه، تالق كذلك اللاعبين، كل الفرق الكبرى حاضره في الثمن النهائي. حسيت اكادير المغرب التطواني خرجوا مبكرين، المغرب التطواني خصوصا البطل. حسن داكادير شفت مباراته، فاكيد خروج أنه يمكن خروج مولودية تواجده. نعم. امام اتحاد تاونات اللي كيبقى فريق من دائما، فاكيد انها ليست مفاجاه كبيره، ولكن الكاس فتنظن على انه دائما في مفاجات. ولكن اللي بغيت نتكلم عليه هو حسن داكادير، شفت مباراته الاولى ضد الكوكب، شفت مباراته الثانيه ضد فريق الدفاع الحسني الجديد، اكيد ان هناك مشاكل كبيره في ثلاث فريق. نعم. يعني حتى على المستوى المنظومه الدفاعيه لفريق الدفاع الحسني داكادير فهي ضعيفه، تحول عندها افتكاك الكره الى الهجوم من النزعه الدفاعيه للنزعه الهجوميه، هناك مشاكل كثيره. نعم. الفريق انهى الموسم ديالو السنه الماضيه ب 43 هدف، تدخلوا في اهداف كثيره. نعم المحمودي، اكيد سنعود للحديث. نعم. عن هذه عن فريق حسنيه اكادير الذي خرج امام فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي كما ذكرت حجز مقعده في دور الثمن بعد فوزه على الفريق الاكاديري ذهابا وايابا بهدف دون رد. المتابعه لزينب الباري. هي مباراة سعى خلالها حامل لقب الدفاع الحسني الجديد لضمان التأهل وتأكيد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب، فيما بحث فريق حسنية أكادير عن التعويض بعد بداية متعثرة إن على مستوى البطولة أو الكأس. المباراة عموما لم ترقى لانتظارات الجماهير، اضطغت عليها الحيطة والحذر من كلا الطرفين. الفريق الجديد حرص على تأمين دفاعه والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف بعد تحقيقه الانتصار في مباراة الذهاب، فيما عاجز الضيوف عن إيجاد الحلول المناسبة لاختراق التنظيم الدفاعي للجديديين. ومع ذلك فقد كان المحليون أكثر استحواذا على الكرة والأقرب للتهديف بمحاولات كل من لانغولاما وأيوب نناح.
خلال الجولة الثانية بدا الفريق الجديد أكثر إصرارا على التسجيل وأكثر تنظيما بمحاولات مسترسلة اتخذت أشكالا متباينة قبل أن يتمكن أيوب نناح من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة مستغلا كرة مرتدة بعد ارتباك واضح أمام الشباك ليجدد فوز الجديديين في الإياب ويمنح بطاقة التأهل لحامل اللقب. أنا راضي على أداء منهم عملوا مجهود خارق وخاصة بعد الرحلة الشاقة اللي بدأنا بيها ببركان ثم أغادير، يعني كانت رحلة شاقة جدا خلال 6 أيام بتلعب أو خلال 8 أيام بتلعب 3 مباريات بجانب السفر بجانب راجع بالأتوبيس ورايح بالطيارة، يعني كتر خيرهم بصراحة وبالأمانة إن هم بيعملوا المجهود ده في الـ3 مباريات اللي إحنا لعبناهم. يعني كانت تهمنا في هذه المباراة ديال كأس العرش النتيجة أكثر من الأداء، يعني كيف كتعرفي يعني الفريق اللي كينهزم كيتقصف كاس العرش، يعني كان علينا واحد الضغط بحكم فريق الدفاع الحسني الجديدي هو حامل لقب موسم الفارق، يعني كنتمنى في هذا الموسم ثاني نقدموا شي نتيجه ايجابيه اللي يرضيو بها الجمهور ونبقى الكاس ان شاء الله في الدكاله ان شاء الله. بالنسبه للمباراه في الحق كانت الشوط الاول لها في مدينه اكادير اللي كانت قدمنا واحد المباراه كانت في مستوى على جميع المستويات، وجينا كنا في المقابله ديال في مدينه جديده جينا كنا العزم والاراده باش نحققوا ونثبتوا ديك المقابله اللي قمنا بها في اكادير، ساعه لسوء الحظ ما توفقناش. عبور فريق الدفاع الحسني الجديد الى دور ثمن كاس العرش يعد اول خطوه في الطريق نحو الحفاظ على اللقب، واقصاء حسنيه اكادير يفرض على فعاليات الفريق مراجعه الاوراق وتفادي اثار بدايه سلبيه على مستوى الدوري والكأس. الحداوي فريق الدفاع الحسني الجديدي حامل اللقب إذن يكشف يمكن عن نيته في التألق من جديد خلال هذه المسابقة. واللقاء ديالو مع واحد الفريق اللي جريح ومازال مستمر في السلبيات هو حسنية أكادير اللي تنتأسفوا المجيء ديال سكيتي وما بداتش الانطلاقة ديالو، تنتمنى بأن يرجع الخط المستقيم. بالنسبة للفريق ديال الدفاع الحسني الجديدي تغيير الطاقم التقني بن الشيخه قام بعمل جيد، جا مدرب كوف اللي هو معروف يكمل العمل، كاين فريق متوازن والمباريات بجوج فريق اتحاد فريق الدفاع الحسني الجديدي يستحق التأهل ديالو كما قلت، ففريق حسني تاكادير مشاكل كثيره خاص عمل كبير ترجع الثقه في هذا الفريق هذا في العناصر، لان لا علاقه بان فريق اللي شفناه في النصف الاول ديال البطوله السنه الماضيه ومن بعد الدور الثاني وهذه السنه هذه فنفس المستوى الرديء. نعم، بدايه سيئه للحسنيه المحمودي 3 هزائم متتاليه اكيد تدق نقص الخطر مبكر بالنسبه للفريق الحسنيه. وتكلمنا الاسبوع الماضي سهام على ان فريق الحسنيه تقدير انهى الموسم ديالو بالمعاناه وانهى الموسم ب 43 هدف سجل في مرماه، يعني ان نسبه كبيره من الاهداف تسجل، وهذا الموسم يبدا برباعي فريق الكوكب المراكشي وكيسجل عليه اهداف خروج من كاس العرش. اكيد ان هناك عمل كبير ينتظر عبد العزيز، لان ما اثار انتباهي في فريق حسنية تقدير هو المنظومه الدفاع، لا تكلم عن الدفاع ولكن المنظومه الدفاعيه عند فقدان الكره، الكل لا يدافع، اللاعبون لا يدافعون بشكل جيد، حتى عند من تحول من النزعه الدفاعيه للنزعه الهجوميه ضعيفه جدا، لذلك فهناك عمل على فريق حسنية تقدير لا يعني يستفيق، واكيد ان عبد الهادي ولحسن الحظ انا باقي يعني باقي الوقت اكيد لديه من الامكانيات انه نعم المحمودي وقمه دور السدس عشر نهائي كاس العرش بين المغرب التطواني والفتح الرباطي حسمها الفتح خلال الوقت الاضافي بهدفين لهدف ليضرب موعدا مع الثمن. المتابعه لعزيز القبلي. انتدابات على المقاس كانت الفيصل في فوز الفتح الرباطي بمباراة إياب دور 16 كأس العرش من قلب ملعب سانية ترمل. الدقيقة 4 من المواجهة شكلت أول تهديد لصالح فريق الفتح الرباطي، بالمقابل فأغلب محاولات المغرب التطوانية خلال الشوط الأول لم تكن بالقوة الكافية، خصوصا محاولة محسن ياجور خلال الدقيقة 32 وهي المحاولة التي سجلت تدخل ناجح للحارس عصام بادة. إلى حدود الدقيقة 33 وتمكن اللاعب المهدي خلاطية تسجيل هدف السبق لصالح المغرب التطوانية، ومن ركنية حاول الفتح تعديل النتيجة إلا أن رأسية عبد الفتاح بوخريس أخطأت الهدف المنشود. لكن الدقيقة 43 حملت الجديد لأبناء الرباط من خلال هدف التعادل الذي كان من توقيع آدم نفاثية، وبنتيجة هدف لمثلها انتهت الجولة الأولى.
الجولة الثانية لم تشهد إضافة الأهداف على الرغم من المحاولات التهديفية العديدة التي أتيحت للطرفين معا، أبرزها محاولة آدم نفاثية لصالح الفتح الرباطية في الدقيقة 58، وكذا الهدف المرفوض لصالح المغرب التطوانية الذي ألغي بعد قرار تحكيمي مفاده أن الكرة تجاوزت خط المستطيل الأخضر، وهذه صورة توضيحية أكثر لقرار الحكم. وخلال الدقيقة 10 بعد 100 من فترة الشوطين الإضافيين استطاع يوسف سكور إهداء هدف التأهل لصالح الفتح الرباطي. كنا يعني منهزمين يعني في الشوط الأول يعني في الرباط، فجينا لتطوان على أساس نحقق واحد النتيجة يعني إيجابية. الحمد لله يعني اللاعبين رغم الهدف اللي تلقينا في الشوط الأول ما اللاعبين يعني ما طيحوش يديهم، يعني خلاهم في الشوط الثاني يعني يزيدوا يركزوا اكثر. التعليمات ديال الاطار الوطني بصراحه خلات اللاعبين يدخلوا الشوط الثاني بواحد خطه يعني جديده هي اللي خلاتنا نتقدموا في الاطوار المقابله. اخر محاولات المواجهه لم تغير من النتيجه النهائيه، هدفين مقابل هدف واحد، اضافه الى تاهل الفتح الرباطي الى الدور المقبل. المحمودي، مباراة قمة، الفتح الرباطي يعود يعني بالتأهل من قلب ملعب صينية الرمل بتيتون، أكيد هو تأهل يمكن بطعم خاص بالنسبة للفتح الرباطي. صحيح، وبطعم خاص للركراكي لأن كنا فرحانين لهذا المدرب الشاب وتكلمنا عليه الأسبوع الماضي. نعم. سهام، فأكيد أنها تفوز على المغرب التطواني وعلى البطل وفي يعني من قلب تطوان تجيب التأهل، أكيد أنها نقطة تحسب للمدرب الركراكي. ولكن خصنا نتكلموا على اللاعب يوسف ساكور اللي سجل هدف من أروع ما يكون في الرباط، عاود أكد على أنه لاعب وسط ميدان دفاعي ولكن يشارك عند افتكاك الكرة من الخصم، دائما يشارك في الهجمات وهذا يعطي عمق هجومي للفريق ويعطي زيادة عددية لفريق الفتح، سيقول الكلمة ديالو. هذو هما اللاعبين اللي بغينا أنهم يكونوا في البطولة الوطنية حتى إذا كانوا في المهجر وجاو ولعبوا فأكيد أنهم كيقدموا الإضافة، وهذا من اللاعبين كيقدموا الإضافة في البطولة الوطنية. نعم، فريق الجيش الملكي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العرش تخطى يعني تخطى دور سدس عشر النهائي بعد فوزه على أولمبيك خريبكا بثلاثة أهداف لهدف واحد بملعب الفتح برباط، وذلك بعدما كان متخلفا بهدف لصفر. المتابعة لعادل المسعودي. درنا يعني شيء كثير جدا باش نرضيو الجمهور ديالنا باش يجي للملعب في مدينة الرباط ما يتعبش ويكون يعني في ظروف جيده، ولكن كنتسناو ازارو ديالو اكثر. اكيد بانه انا في يعني من ناحية النفسيه ما نتاثرش انا بالجمهور، لكن انا تخوفي على اللاعبين، ولكن الحمد لله هنا استماته اللاعبين والرجوع القتاليه ديالهم وتركيزهم داخل وقت الملعب، ما بقوش معطرين بخارج الملعب، واظن بانه هذا كتبين لك بانه يعني السمات ديال الفريق المستقبلي قوي غادي يجي. الجيش الملكي ان شاء الله جاي في المستقبل اللي كنتمناو يعني يعني الخاطر ديال الكل يعني تم يعني في واحد الصلح، واظن بانه اللي كان غيجي غيشاغب من اجل مصلحه معينه ديال اشخاص معينين، فاظن بانه هنا بانت المعنى بانه ما تيبغيش فريق الجيش الملكي، هادو دخلاء على فريق الجيش الملكي. بكلمات لها دلالات عديدة ورسائل وجهت من المدرب رشيد الطوسي الذي ضرب عصفورين بحجر واحد وهو يقود الجيش الملكي لثمانية كاس العرش على حساب فريق أولمبيك خريبكا في مقابلة، وإن حاول خلالها ربان الفريق العسكري إخفاء الضغط الذي يعيشه مع انطلاق موسم جديد تطالب فيه جماهير الزعيم بإعادة الفريق لسكة الألقاب. وبالعودة لتفاصيل المواجهة التي شهدت جولتها الأولى ندرة في فرص التهديف، فريق أولمبيك خريبكا كان السباق للتسجيل بعد عملية منسقة من وسط الميدان سيختتمها بهدف المهاجم الجديد لفريق الخريبكي رشيد تبركانين مانحا بذلك التقدم لفريقه خلال الجولة الأولى. بداية الجولة الثانية سجلت سعي الفريق العسكري للعودة في النتيجة، وهو الأمر الذي سيأتي في حدود الدقيقة 47 بعد اصطياد ضربة جزاء أعلن عنها الحكم نور الدين إبراهيم بداعي لمس الكرة ليد المدافع باكايوكو بعد تسديدة يوسف أنور. ضربة الجزاء سيترجمها لهدف اللاعب عبد الرحيم شكير الذي أعاد الأمل للفريق العسكري بعد لحظات عصيبة. الفريق الخريبكي أتيحت له فرصة إنهاء المباراة لصالحه من خلال محاولتين، الأولى تسديدة جميلة من ديوف من خارج المعترك
قوبلت بتصد أجمل للحارس أنس الزنيتي، والثانية كانت من توقيع رشيد تبركانين الذي فعل كل شيء سوى إسكان الكرة في شباك الحارس أنس الزنيتي على بعد 10 دقائق من نهاية المقابلة. ردت فعل فريق الجيش الملكي ستكون في حدود الدقيقة 88 من خلال اللاعب عبد السلام بن جلون الذي منح هدف ثاني بفرحة خاصة للمدرب رشيد الطاوسي. كنشكر على اللاعبين اللي قاموا بواحد المجهود جبار، كما شفتوا تلقينا هدف في البداية ديال المقابلة، بقينا مكونسونطرين على المقابله، حاولنا اللجوء ديالنا. سي رشيد الطاوسي عمل واحد التغييرات اللي قاموا بواحد المجهود اللي سجلنا الهدف ديال التعادل، بقينا مركزين في المباراه تلقينا الهدف الثاني والثالث. وفي الوقت الذي حاول الفريق الخريبكي العوده في نتيجه المقابله ومن خلال هجوم مرتد، سيتمكن فريق الجيش الملكي من تاكيد تفوقه بهدف ثالث للمهاجم بلال بيات، ويضمن بذلك الفريق العسكري التأهل لدور ثمن كأس العرش، حيث سيواجه فريق الرجاء البيضاوي في نهائي قبل الأوان. المحمودي، مباراة مثيرة وتأهل أيضا مثير بالنسبة لفريق الجيش الملكي، يمكن اللي كان بحاجة ماسة لهذا التأهل، يمكن حتى تعود الأمور إلى نصابها مع جماهير الفريق. وإحنا شاهدنا يعني نداء ورسالة المدرب رشيد الطاوسي قبل ملخص المباراة. أكيد أنه فريق بحجم فريق الجيش الملكي، دائما نقولها ونعيد على أن فريق الجيش الملكي ليس لتنشيط البطولة وإنما للفوز بالألقاب، لأن الجيش الملكي خلق ليفوز بالألقاب. أكيد أنه هناك فترة سان باساج افيد كما كنقولوا، فترة فراغ بالنسبة لفريق الجيش، ولكن طولات ولكن الطريقة اللي فاز بها فريق الجيش الملكي على أولمبيك خريبكا تتبين على أن هناك بدأت شخصيات الفريق تتكون، على أنه بقى ما نزلش يدي حتى الآخر، ولو أن فريق أولمبيك خريبكا ارتكب بعض الأخطاء، ضيع فرص باش يقتل المباراة، ولكن كيفما كان الحال فالنتيجة جات في محلها وفي الوقت المناسب بالنسبة لفريق الجيش الملكي ولفريق رشيد الطاوسي والمدرب رشيد الطاوسي. نعم، فريق الجيش الملكي سيواجه في قمة ثمن النهائي فريق الرجاء البيضاوي، الرجاء الذي لم يجد أي صعوبة في العبور إلى الثمن وعزز فوز الذهاب على رشاد بن نصيب 5-0 بفوز في الإياب هذا اليوم بحصة 2-0 هدفي المباراة من إمضاء فيفيان مابيدي في مناسبتين دقيقة 17 والدقيقة 47. مصطفى الحداوي، الرجاء يمكن كان تأهله شبه محسوم يعني في مباراة الذهاب، حتى لا نقول أنه تأهل كان محسوم. شفت انا واحد الكلمه قالها كوار، وان نعم. الفريق ديالو وقف وتيتفرج في الرجاء البيضاوي، احترموا الخصم كثير، احترموا فريق الرجاء، لهذا كانوا منعدمين المردوديه في المقابله هذه اللي شفناها الاولى ديال اللي تلعبات، بحال كانوا متفاجئين وشافوا الفريق بالاسم ديالو الكبير، ما كانش واحد المقارنه بيناتهم، ما عطاوش الشيء اللي عندهم، لان من خلال هذا تيبان لك فيهم فرضيات في المستوى العالي، بان بعض اللاعبين اللي يقدروا يكون عندهم اماكن ديالهم في القسم الاول. لهذا فريق الرجاء كما المدرب ديالو بن شيخه قال لهم ما تصغروش الخصم، دخلوا مشحونين، قاموا بالواجب ديالهم، بعكس فريق الوداد اللي تسنى حتى الشطر الثاني وانتصر ب 6-0 على الرجاء الجديدي. ففريق الرجاء البيضاوي ما بغاش يطيح في الفخ اللي كان طاح فيه مع يتملون. نعم. فهذه اشياء اللي نعم، وطبعا ننتظر قمة واعدة بين الرجاء والجيش الملكي في دور ثمن النهائي. نتمنى ان شاء الله بان فريق الجيش الملكي يرجع بعد النتيجة هذه واللي في المستوى ديالو، الجماهير العسكرية تجي تساند الفريق ديالو، كما قال الطوسي بانه هو ما تيتأثرش، عنده تجربة في هذا الشيء الغالي عند الجمهور هذه، ولكن خايف على اللاعبين ديالو يتأثروا على الضغط والسب والشتم يمكن اللي كان اليوم في المباراة. تتمنوا هذه الأشياء ما تكونش، لأن فريق كما قال محمودي ملي بدا هو تيفوز بالألقاب فريق عريق، ومن الطبيعي أن الجمهور ديالو يكون غاضب جدا بعدم تتويج في هذه السنين الأخيرة، وللأسف ما خصناش نطيحوا في ذاك النطاق الاخر ديال العنف والسب والشتم، لان هذا ما غاديش يزيد، يقوي اللاعبين ويرجع لهم الثقه،
نعم. باش يرجعوا بحال اللاعبين السابقين ديال الجيش الملكي اللي فازوا بألقاب كثيرة. أكيد. فريق نهضة بركان بدوره تأهل إلى دور الثمن وكان على حساب اتحاد طنجة بعد انتهاء مباراة اليوم بالصفر لمثله. المنطق يمكن المحمودي احترم بشكل كبير وبالتالي دون مفاجآت بالنسبة لهذه المباراة وبالنسبة لفرق القسم الأول أمام يعني منافستها من القسم الثاني. ولو ان فريق اتحاد طنجه قدم مستوى نعم. جدا جدا محترم كان بامكانه انه يسجل ويكون سباق لتسجيل ويباغت فريق نهضه بركان لان اتيحت له مجموعه من الفرص لان بعد التعادل في طنجه فبقى ما عنده ما يخسر فريق اتحاد طنجه لذلك فهو قدم مستوى كبير. دائما كنعرفوا على ان كاس العرش دائما كتقدم لك مفاجات من العيار الثقيل فكما قال مصطفى فريق الوداد في الدار البيضاء تعادل مع الرجاء ديال الجديده ولكن هنا كنشوفوا شخصيه المدرب عندما خداو المباراه بزمام خداو بزمام الامور عرفوا على انهم خصهم يفوزوا فازوا بحصه ثقيله لذلك ففريق نهضه بركان ما فاش بطريقه زعما كبيره ولكن شفنا على انه بتعادل نعم. يعني واحد لواحد في طنجة والصفر اللي مثليه في نهضة بركان أكيد أن حتى طالب فأكيد أنه التأهل لم يكن سهل لم يكن مقنع ولم يكن سهل حتى في البطولة ما ظهرش بالمستوى اللي كنا كنعتقدوا على أنه غير نعم. في الملعب ديالو القسم الثاني والقسم الأول قريب جدا لأن نعم. النتائج ديال سلا مع المغرب فاسية نعم. الفرق كل النتيجة ما كانتش فرق كبير في الانتصارات ما عدا الفرق بحال تنقولوا البرنوصي ولا الرجاء الجديدي وهذو اللي فرق شويه في نعم. في الـ في, الـ في الهوات نعم نتوقفوا مع ردود الفعل عقب هذه المباراه. يمكن نقول انه المباراه ديال الذهاب اثرت عندنا نوعا ما خصوصا العياء وزيد عليه الطريق انما حاولنا انه يكونوا اللاعبين متحفزين يكونوا اللاعبين جاهزين وصلنا تقريبا واحد النسبه مئويه مهمه في هذه المباراه فاللاعبين وصلوا للمرمى حاولنا انما خانتنا ديك اللمسه الاخيره اللي يمكن تجيبنا الهدف مي على الاقل اللاعبين غادي يحسوا براسهم انهم وصلوا واحد النسبه مئويه مهمه من الاستعداد ديالهم لانه المهم عندنا هو البطوله هو انه نحققوا نتائج ايجابيه في البطوله باش نوصلوا للمبتغى. كنا بغينا نمشيو في الكاس انما حاولنا الحمد لله تنظن انه البريستاسيون كانت في المستوى نتمنى حد سعيد النهضه البركانيه ونتمنى انه في البطوله نحققوا الاهم ديالنا ان شاء الله. بالطبع لان مقابله الكاس ماشي مقابله البطوله احنا اولا كان عندنا التاهيل في الجيب فلعبنا باحتياط ما بغيناش نفتحوا اللعب لان كان شويه العياء بعد الرجوع ديالنا اللي رجعنا حتى اليوم الخميس ما بغيناش كما قلت نلعبوا كره مفتوحه وفرجه لان الكاس الفرجه تتنازل احسن مثال هو تطوان لعبت كره وخسرات فالاهم شيء هو ندوزوا يعني الدور الثاني وبالطبع حنا عندنا الوقت عندنا الوقت العمل مازال في البطوله تقدر تاخذ مغامرات تربح نقاط تخسر نقاط ولكن الكاس في الاقصاء مباشره فهذا دفعه معنويه لهاد اللاعبين هادو ندخلوا للدوزيام تور ان شاء الله وحنا راه تنحاولوا طبعا نكونوا فريق المستقبل ان شاء الله. نعم مدام بن هاشم يعني تحدثت على يمكن نقطة العياء بالنسبة لفريق اتحاد طنجة هل الموضوع يمكن مباراتين في أسبوع في ظرف ثلاثة أيام أربع أيام بالنسبة لفريق القسم الثاني يكون مؤثر أكثر مقارنة بفريق من القسم الأول الحداوي؟ يكون مؤثر على القسم الوطني الثاني للاعبين نظرا لماشي المجموعة اللي موجودة في القسم الأول باللاعبين كثار ماشي بحال القسم الثاني وكذلك حتى من الناحية التقنية ولا الفردية لاعبين تيكونوا متميزين في القسم الاول تيكونوا اللاعبين الممتازين في القسم الثاني كاين لاعبين ولكن قليلين وبالنسبه للفريق اللي عنده اموال عنده ماده عنده اشياء اللي تخليه يدير واحد الفريق كبير ما تيلقاش صعوبه نعم. اما بالنسبه للسفر كما تيتكلموا عليه فعلى الفريقين بجوج لان هادشي جاربي العمل متى تدخل في واحد البطوله لا بطوله ولا الكاس فانت معرض للقرعه شنو تعطيك واللي عنده شيء سويه من الحظ لان حتى هو تيكون الحظ في هذه المباراه ديال الكاس راه تيستقبل من بعد في المباراه الثانيه ولازم يدير مقابله اولى تكون في المستوى وهذا شيء ايجابي جدا لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه اللعاب يكثروا المباريات باش يتالقوا مزيان ويكونوا جاهزين وكذلك حتى الفرجه تكون كثيره ويكون مباراه عندنا كثيره حتى المدرب المحلي ولا بحال فخير ولا هذا يلقى لاعبين جاهزين لاعبين مباريات كثيره وعندهم واحد المستوى لا تقني لا من الناحيه اللياقه البدنيه لا اشياء كثيره اللي تتخليهم موجودين للتباري.
نعم، فريق نادي القنيطري عبر من جهته إلى الثمن بعد فوزه على فتح النظور بهدفين لصفر في مباراة الإياب التي جرت بالقنيطرة، وبعدما كانت مباراة الذهب انتهت بتعادل هدف لمثله. سجل للكاك كل من رضا كروي في الدقيقة 26 وهشام خربوش في الدقيقة 42. إذا تأهل نادي القنيطري يمكن كان منتظر بعد فوزه في مباراة اليوم أمام فريق فتح النظور لمن هو ولو انه ما كانش سهل يعني. نعم، بعد تعادل الذهاب. نعم، مباراه كلها كاس العر. نعم، الكاس لن تكون لا تكون سهله. فراه شفنا مانشستر يونايتد انهزم في الاسبوع. نعم، الماضي باربع اهداف لصفر مع فريق من الدرجه الثالثه. لذلك فدائما المفاجات في كاس العرش وارده. فريق نادي القنيطري بعد الهزيمه ضد الوداد فكان في امس الحاجه مع عبد الرزاق خير انه الفوز اللي يعطيه شحنه واعاده الاعتبار للاعبين وللجمهور حتى انها تكون تفاديوا بداية جيدة. أكيد أنها نتيجة جدا جدا منطقية ويستحق فريق النادي القنيطري. وإذا سمحت لي قوس صغير غنفتحه غي بالنسبة لبعض المدربين، لا أقول الكل، ولكن في بعض المدربين لباس خصو يكون محترم في بنك الاحتياط، لأن شفنا بعض المدربين كيلبسوا لباس غير يعني لا يليق ببطولة احترافية. هناك شفنا مدربين كيلبسوا قميص رياضي محترم، ولكن شفنا مدرب خاص يكون نموذج يحتذى به داخل الملعب. كما قال مصطفى قبيلة، هناك لاعبين أطفال صغار كيشوفوا المباريات، كيشوفوا خصوصا مباراة كرة القدم، كل شيء كيحب كرة القدم. لذلك فخصنا نكونوا قدوة في جميع تصرفاتنا، في جميع تحركاتنا، في لباسنا، في تكلمنا، في التصريحات، خصوصا التصريحات، لأن دائما هذه بطولة احترافية وبغينا نسوقوا هذه البطولة الاحترافية خصنا نسوقوها على أفضل ما يكون. نعم، شو ردود الفعل عقب هذه المباراة من خلال تصريحي مدربي الفريقين؟ نتابع. اعتقد قدمنا لقاء في المستوى، مازال يعني هناك عمل كينتظرنا. الاسبوع المقبل غتكون راحه وان شاء الله غادي نوصلوا للعمل ديالنا مع بعض التعزيزات اللي غادا تحصل ان شاء الله. واعتقد ان الفريق في الطريق الصحيح، والنادي القنيطري غادي يوقع الخدمه ديالو ان شاء الله في الاسابيع المقبله ان شاء الله. هذا النهار كان العائق بدل الملعب هو الدرجه الاولى، اللي احنا ندربوا على ملعب معشوشب فاذا به نلعبوا على ملعب اصطناعي ومن النوع اللي ناقص بزاف. كان ما سمحناش في الاول باش نتاقلموا معاه ونلعبوا. راك شفتوا ان الفرق كاين ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثاني كنا خلقنا فرص، كانت يمكن تترجم الاهداف، وما وان فريق النادي القنيطري فيبقى دائما فريق كبير. فريق يوسفية برشيد تجاوز مولودية أسا ممثل الهواة بعدما هزمه ذهابا وإيابا بذات الحصة هدفين لهدف واحد. المتابعة لخالد نقراوي. دور سدوس كأس العرش بين فريقي يوسفية برشيد ومولودية أسا مالت كفته للمضيف بمجموع 5 أهداف ل2 ذهابا وإيابا. ضغط متواصل استهل به لاعب يوسفية برشيد أول شوط من المباراة، والاتجاه كان مرمى الضيوف. حملات هجومية خاطفة ومنسقة أرهقت دفاع الخصم. الدقيقة 12 عمر بوطيب ينسل ويمرر نحو نبيل بويزي ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس الحسن سوسان. غاب رد فعل الضيوف وحضرت شهية مفتوحة للاعب الفريق الحريزي. تعددت المحاولات لكنها لم تستثمر كما ينبغي. ثاني شوط من المواجهة ظل أصحاب الأرض أوفياء لسيناريو سابقه مع تسجيل تحرك طفيف للضيوف نحو مربع عمليات المضيف قبل أن يوقع الحسين بوسلاك هدف التعادل بتسديدة رائعة من كرة ثابتة هزمت الحارس أشرف هلالي. العميد سعيد هدي منح التقدم لليوسفية على رأس الدقيقة 71 بعد تسديدة قوية. بالنسبة لهذه المباراة الحمد لله احنا كنا موجودين ليها في الآلي ان شاء الله ماركينا ربحنا بجوج واحد، والحمد لله في الروتور اكدنا الفوز ديالنا، والحمد لله نساو هذه المباراة ونوجدوا الماجد الجاي ان شاء الله في البطولة. شهية المحليين ظلت مفتوحة إلى أن تحصل هيثم عينة على ثالث الأهداف بطريقة ذكية أنهت مسار مولودية أسا في مغامرة الكأس. المباراة كانت صعبة، المباراة كانت قوية، وكنا حنا مترقبين بهذا الشكل لأنه فريق ديال الهواة أنه ما عنده ما يخسر لأنه نهزم في مباراة الذهب، وكنا متوقعين هذه المباراة ديال الإياب غتكون بهذا الشكل صعيب جدا، والحمد لله أنه هذا الانتصار فهو غادي يزيد معنويات ديال اللاعبين، ولكن باقي عندنا ما نشتغلوا باش نوصلوا للمستوى اللي مطلوب به. إلى دور ثمن الكأس الفضية إذا تأهل يوسفية برشيد ليواجه فريق اتحاد الفتح الرياضي.
يوسف برشيد، الفتح الرباطي مباراة يمكن ما تكونش سهلة بالنسبة للفريق برشيد. ما تكونش سهلة لكلا الفريقين. نعم. دائما الفريق اللي كيكون مرتبة أقل هو دائما تكون عنده فرص أكثر لأنه ما عنده ما يخسر. الفريق دائما عندما تلعب مع فريق ليس لديه ما يخسر أكيد هو اللي يكون دائما خطير عليك، خصوصا في كأس. وبما أن الجامعة أحدثت هذه الطريقة ذهاب وإياب فمشكور عليه لأن بكل صراحة سيلعبوا اللاعبين مباريات كثيرة، فرص لكلا الفريقين، واللي موجد بطريقة جيدة وعنده شخصية قوية للفوز بهذه البطولة أكيد أنها، لأن بغينا نشوفوا فريق مثل السنة الماضية الدفاع العسن الجديد اللي منذ زمان لم يفوز ولم يفوز، أكيد أن نريد أن نرى فريق كذلك. تكافؤ الفرص بين الدخل وتخرج في الإياب، فهذا كما ذكرتي يعني ماديا ومعنويا بالنسبة للفرق. الفرص اللي تيكون قوي في هذوك المباراة راه هو اللي تيدوز تيبان لك الفرق دارو. نعم، ونمشيو النتائج الكاملة لمباريات إياب دور سدس عشر نهائي كأس العرش. كما نتابع في الجدول التالي، المغرب تطوان انهزم أمام الفتح الرباطي بهدفي لهدف، اتحاد تمارة فاز على وداد فاس 3-2، نادي القنيطري فاز على فتح النظر بهدفين لهدف، نهضة بركان تعادل مع اتحاد طنجة بصفر لمثلي، جمعية سلة تعادل مع المغرب الفاسي بهدف لمثلي، شباب ريف الحسيمي فاز على رجاء سواني بهدف لصفر، اتحاد الخميسات فاز على وفاق بوزنيقة 3-0، مولودية وجدة نعم تعادل مع اتحاد تاونات بهدف لمثلي، الدفاع الحسني الجديدي فاز على حسينية أكادير بهدف للصفر، الرجاء الجديد انهزم أمام الوداد البيضاوي بحصة عريضة 6-0، يوسفية برشيد فاز على مولودية أصا ب3-0، شباب المسيرة انهزم أمام شباب قصب التدلى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالصفر لمثله، الكوكب المراكشي فاز على اتحاد أيت ملول بهدفين لصفر، الجيش الملكي فاز على أولمبيك خريبكا 3-1، الراك انهزم أمام أولمبيك أسفي بهدف لهدف، ورشاد البرنوسي انهزم أمام الرجاء البيضاوي بهدفين للصفر. إذن نشاهد جدول الثمن نهائي كأس العرش مشاهدينا، اتحاد تونات يواجه دفاع الحسنية الجديدي، يوسفية برشيد يواجه الفتح الرباطي، نادي القنيطري سيواجه شباب ريف الحسيمي، أولمبيك سافي سيواجه اتحاد تمارة، الوداد البيضاوي ضد المغرب الفاسي، شباب قصب التادلة ضد نهضة بركان، رجاء البيضاوي ضد الجيش الملكي، الكوكب المراكشي يواجه اتحاد الخميسات. ككلمة أخيرة بخصوص يعني هذا البرنامج، أكيد أن هذا البرنامج من سيتأهل سيكون سيتأهل في المباراة الأولى، لأن اللي غيفوز بحصة عريضة دائما المباراة الأولى هي اللي غتكون المفتاح للفوز للتأهل، لذلك فمن يضيع مثلا يتعادل في ميدانه فأكيد أنه سيكون سيجد صعوبة، لذلك فدائما التأهل أو الإخفاق يكون في المباراة الأولى. نعم، يعني بخلاصة شنو ربما قمة قمم هذا الدور؟ كاين مباريات قوية للجيش والرجاء. نعم. الحسيمة والنادي القنيطري، وهذو بين المباريات اللي غيكونوا صعبه، الوداد مع المغرب الفاسي وكب الخميسات. وكب الخميسات، فالفرق ديال القسم الاول غادي تعطينا واحد التباري في مستوى العالي، وكما قلت منه ان شاء الله بان يكون داك الشيء فيه روح رياضيه والجمهور يكون يعطي صور جميله لكره القدم، اهداف كثيره، ونبداو بدايه في المستوى اللي تخلينا نشوف واحد رؤيه جميله جدا لكاس افريقيا اللي غادي ننظموها بالصوره الجميله غادي يقدمها، وكذلك كاس العالم للانديه بالصور اللي غادي يقدمها الجمهور ديالنا من بدايه ديال البطوله، لا في الكاس ولا البطوله المحترفه ان شاء الله. نعم، باختصار مستقبل كره القدم الشاطئيه باش نختموا حلقه اليوم. مستقبل هو المشاركه ديال المغرب، تلقينا دعوه الامس باش نشاركوا في كاس القارات وغنمثلوا حنا افريقيا. نعم. بين 4 و8 نوفمبر ان شاء الله في دبي، لهذا غادي يكون عندنا واحد برنامج اللي غادي يكون كل شهر التربص ديال واحد الاسبوع. نعم. باش نكونوا مستعدين ان شاء الله بالعناصر ديالنا اللي تمثل المغرب احسن تمثيل، لان غادي يكونوا الدول الرائده في كره القدم الشاطئيه، بطل العالم روسيا، البرازيل معروفين، المكسيك، وجميع الدول اللي كما قلت قويه جدا، وتخلينا. نعم. باش نكملوا في التطور ديالنا ونشهروا هذه الرياضه هذه، ونتمنوا بان البطوله ان شاء الله مع اللجنه ديال الكره الشاطئيه بان تفعل البطوله في العصاب، ومن بعد تجي بطوله وطنيه، ونتمنى ان شاء الله المشاركه كما تشرتوا لها قبيله ديال الفرق الكبرى الوطنيه، ديرت هي الفرق ديالها هي اللي غتكون رائده ان شاء الله. مصطفى الحداوي مدرب المنتخب الوطني لكره القدم الشاطئيه، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا، واكيد نتمنى لك التوفيق في مهامك مع المنتخب الوطني، وايضا توفيق لكره القدم الشاطئيه الوطنيه. سلمى المحمودي محلله رياضيه، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا. شكرا.
شكرا جزيلا مشاهدينا على المتابعة، ألقاكم مع مواعيد مقبلة ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.